فاصل ويقاو على الهواء مباشرة مع الدكتورة أمال يحيى رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة، يعطيك العافية. حياك الله، أهلا وسهلا فيكم، شاكرت لكم على هالاستضافة. سعيدين جدا بتواجدك معنا، عندنا العديد من الأسئلة والاستفسارات، بس عندنا تقرير خلينا نشوفه ونرجع. المدن الصحية هو مفهوم جديد يجهله الكثير من أفراد المجتمع، وهو يعني خلق موقع حضري نظيف يضم سكان أصحاء وخدمات ثقافية جيدة داخل بيئة آمنة يعيش بها الناس براحة مع احتفاظهم بروابط ثقافية ومعتقدية ونمط حياة صحي. إن الهدف من المدن الصحية بالكويت هو إيجاد مجتمع صحي ملتزم بتحسين صحة أفراده عبر تمكين قطاعاته من تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لبناء جبهة داخلية مستقرة قادرة على تسخير الموارد التي تكفل أفضل فرص العيش الكريم. دكتورة أمال، المساء عليك بالخير مرة ثانية، وبداية ما هو مفهوم المدن الصحية؟ باختصار شديد، المدينة الصحية هو هذا المكان اللي ينمو فيه الناس، يكبرون، يتعلمون، يعملون، يتزوجون، يكونون علاقاتهم الاجتماعية، ويشيخون ويكبرون في السن. هذا المكان، هذه البيئة، كثر ما نخليها موائمة لدعم الصحة كثر ما يكون في عندنا صحة أجود في المجتمعات. هذا باختصار شديد يعني شنو مبادرة المدن الصحية. غالبا الناس لما تسمع كلمة صحية في الموضوع تقول هذا وزارة الصحة، وبالتالي هذا شغل وزارة الصحة. الفرق ان احنا في مبادرة المدن الصحية نقول ان احنا المجتمع لدور، واحنا في المبادرة هذه راح ننقل القيادة من ان احنا نتكلم وزارة صحة وخدمات وزارة صحة فقط الى المجتمع، فالمجتمع يصير هو يحس بمسؤوليته تجاه تحسين مو خدمات وزارة الصحة، البيئة اللي يعيش فيها الناس عشان تصير أحسن لدعم الصحة. يعني مو شيء آني، شيء ولا شيء مؤقت، المدن الصحية شيء مستمر. بالضبط، هي عملية من متواصلة، من التخطيط، من تحديد الأولويات، من العمل في كافة القطاعات، مو فقط خدمات وزارة الصحة. كثر ما تحسن التعليم تتحسن الصحة، كثر ما تحسن الاقتصاد تتحسن الصحة، الروابط الاجتماعية في المجتمع، كل هذا ما يتحقق طبعا إلا بوجود عامل وايد مهم، الأمن. فكثر ما يكون في عندي أمن أقدر أفكر بتنمية، إذا ما في أمن مثلا ما راح أقدر أفكر بتنمية. إذن هي دكتورة قطاعات دائما مرتبطة مع بعضها البعض ومتداخلة. طيب شنو الهدف من إقامة مثل هذه المدن في الكويت؟ منظمة الصحة العالمية لما طلعت المبادرة كان هدفها من هذه المبادرة إن هي تسد ثغرة في صحة الأفراد في المجتمعات. لقوا إن والله في بعض المجتمعات صحة الناس فيها أفضل من مجتمعات أخرى، أحيانا لأن هذه المجتمعات أغنى، الدخل الاقتصادي أفضل، أحيانا لأن مستوى التعليم أفضل، وأحيانا لأن سهولة وصول الناس والاستفادة من خدمات وزارة الصحة تكون بشكل أفضل، وفي أماكن ثانية لا، الفقر صار مرتبط بنوع معين من المهن اللي تعرض حياة الناس للخطر. لذلك قالت المنظمة خلنا نطرح هذه المبادرة وندعو كل دول أعضاء منظمة الصحة العالمية اللي فوقها تقريبا أكثر من 200 عضو، نقول لهم تبنوا هذه المبادرة. البداية كانت أن أنا بس أبي أحسن الصحة من أني أرفع المستوى الاقتصادي، خصوصا لما نفكر في المجتمعات الفقيرة. طيب سؤال حضرتك أختي، ليش في الكويت؟ هذه المبادرة وايد مهمة في الكويت. إحنا الوضع في الكويت يمثل بيئة سهلة جدا لتطبيق مثل هذه المبادرات ونجاحها. ليش؟ من ناحية إحنا محتاجين هذه المبادرة لأن إحنا في الكويت صحة المجتمع، وما أتكلم عن صحة فئة معينة، صحة المجتمع تعاني من عدد من الأمراض المزمنة. يعني إحنا على مستوى العالم نصنف الدولة الثانية في العالم من معدل الإصابة بزيادة الوزن والسمنة، أحياناً نكون الأوائل. على مستوى الإصابة بمرض السكر إحنا عندنا ربع، إذا مو خمس ربع السكان عندهم إصابة بمرض السكر. في نفس الوقت إحنا في الكويت عندنا خدمات صحية متقدمة، رعاية صحية وايد زينة. طيب ليش أنا عندي
خدمات زينة بس أنا ما عندي حصيلة أو مردود على الصحة. نعم. لذلك إحنا محتاجين إن إحنا نشتغل على اللي ما تقدر تشتغل عليه وزارة الصحة بروحها اللي هو المجتمع. يمكن واحد من الأمثلة اللي وايد زينة كان في منطقة اليرموك، هي أول منطقة تعتمد كمدينة صحية في الكويت. دكتورة هدى دويسان رئيسة المركز لاحظت شغلة، لاحظت إن هي حسنت وايد من الخدمات حق الناس اللي عندهم ربو، ومع في المنطقة ذلك نفسها في المنطقة في من الناس اللي يستخدمون أو يحتاجون إن هم إلى مركز اليرموك الصحي، لقت إن مع ذلك معدل الإصابة قاعد يرتفع. فحست الآن إن خدمات وزارة الصحة معناها موجودة بس هي مو قاعدة تؤدي الغرض في التحسين. رجعنا حق المجتمع وقلنا إن إحنا خلنا نتكاتف وخلنا نشوف شنو الأسباب. هل هو إن أنا أعطي المريض علاج والمريض ما يلتزم بالخطة العلاجية؟ هل في عوامل ثانية في البيت، في الشارع، في المدرسة هي اللي قاعدة تزيد من هذا الأمر؟ البيئة المحيطة. بالضبط. واللي صار لما نحط في منظومة المدينة الصحية، لأن إحنا عندنا معيار كبير اسمه المعيار البيئي، درسنا مكونات الجو في منطقة اليرموك، فلقينا إن إحنا عندنا زيادة في الملوثات الناتجة من عوادم السيارات في جو اليرموك. طيب إحنا طبعاً اليرموك صغيرة، إحنا كل مناطقنا صغيرة، إشمعنا؟ فلقينا إن الموقع الجغرافي مال اليرموك على 4 شوارع رئيسية. بعد ذلك لقينا مدارس اليرموك متميزة، ففي حركة مرورية من الناس اللي برا اليرموك يبون عيالهم ينضمون لهذه المدارس. لقينا إن في هذا الفترة كان في جسر تم افتتاحه، فصارت الناس تستخدمه شورت كت. كل هذا زاد عوامل التلوث، زاد الربو. اشتغلنا على أكثر من عامل كلهم لو تلاحظون ما لهم علاقة بخدمات وزارة الصحة، بالإضافة لزيادة التوعية، بالإضافة إلى إن إحنا نقوي التزام المريض بأنه يزور طبيبه ويلتزم بخطته العلاجية، أدى إلى خفض معدلات الإصابة بهذا المرض. جميل. جميل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية لما نقيسها على مستوى الميزانيات، إحنا اليوم نعيش في وقت ميزانيات أغنى الدول وأكثر الدول تقدماً ما تكفي عبء المرضى الإصابة بالأمراض في المجتمع. لذلك صار لازم أدخل المجتمع معي وأسوي شيء اسمه تغيير نمط الحياة. أني أنا أخلي نمط الحياة والبيئة اللي يعيش فيها الإنسان تدعم الصحة، وأخلي الخيار الصحي خيار سهل. يعني الناس ما تدخن، الناس تحافظ على وزنها، الناس تزاول نشاط مهني رياضي أكثر، تغذية سليمة، تغذية سليمة. كلها هي لو بتشوفينها يعني سهل انها تنقال، بس احيانا وقت التطبيق يصير في وايد ثغرات ووايد عقبات وتحديات. المدينة الصحية هدفها ان هي تجعل الخيار الصحي خيار سهل. يعني اذا انا بكلمك عن غذاء، عندي الجمعية التعاونية، نتعاون مع الجمعية التعاونية نوفر انواع زينة ونزيد الوعي في الجمعية حق الانواع اللي اكثر فايدة للصحة، واحذر من الانواع اللي خطرة على الصحة. أقول رياضة، طيب إذا أنا ما عندي ممشى في المنطقة شلون راح أقول حق الناس؟ أحياناً الجيم الكلفة مالته مرتفعة، أحياناً الناس ما تعرف شلون تسوي رياضة. كل هذه الأشياء لما نشتغل فيها الطبيب بروحه أو وزارة الصحة بروحه راح تفشل، مو إنها لأنها ما تقدر، لأن القطاعات اللي لها علاقة في موضوع الصحة كثير منها خارج نطاق وزارة الصحة. لذلك إحنا في الكويت محتاجين إن إحنا نجمع الناس عشان يشتغلون مع بعض عشان تتحسن الصحة. دكتورة، نموذج جميل اللي تكلمتي عنه مثلا في منطقة اليرموك كمدينة صحية، لكن كم منطقة صحية عندنا بالكويت مثل نموذج منطقة اليرموك؟ العملية عشان المدينة تصير مدينة صحية هي تمر في مراحل. أول مرحلة إن المدينة تقول أنا أبي أصير بنظم حق منظومة العمل في المدينة الصحية، وهذه إحنا نسميها التسجيل. التسجيل إن المدينة بالاتفاق ما بين مختار المنطقة، رئيس المركز الصحي، النواحي التعليمية، الجمعية التعاونية دورها وايد مهم، كل القطاعات سواء كانت حكومية أو أهلية أو مؤسسات مجتمع مدني يكونون شيء اسمه لجنة تنسيقية تعتمد من محافظ المنطقة، تسجل نفسها على شبكة المدن الصحية الإقليمية اللي تتبع منظمة الصحة العالمية. هذه الخطوة رقم واحد. في المرحلة هذه حالياً في الكويت إحنا عندنا 9 مناطق مسجلة
واليرموك كانت مسجلة، بس الحين طبعا الحمد لله اليرموك وصلت للمرحلة الثالثة اللي هي الاعتماد. المناطق هذه في عندنا في محافظة العاصمة العديلية والسرة والشامية، في الفروانية الرحاب وعبد الله المبارك، في الأحمدي جابر العلي، في مبارك الكبير مبارك الكبير منطقة مبارك الكبير، في حولي عندنا الزهرة، وقلنا الفروانية والجهرة منطقة العيون. تسع مدن هذيل التسعة. اليرموك طبعا من محافظة العاصمة مرت في المرحلة الثانية والثالثة. حلو، يعني تعدت التسجيل. اعتمدت. حلو. الخطوة الثانية احنا عندنا معايير عددها 80 معيار، مقسمة على 9 محاور: شق في تنمية صحية، تنمية تعليمية، تنمية بيئية، أمن وطوارئ، متطوعين. بعدين نروح حق لما تستوفي المدينة 80% من هالمعايير، النادي وفد منظمة الصحة العالمية يزور الكويت، يزور المنطقة، يطلع على شيء اسمه وثيقة المنطقة، يشوف بعينه شنو الإجراءات اللي تمت ويقيم المنطقة. إذا حصلت على أكثر من 80% تعتمد. يعني هناك تقييم ومتابعة من قبل منظمة الصحة العالمية. نعم. يعني احنا نتمنى بصراحة دكتورة كل مناطق الكويت تعتمد على أنها مدن صحية. احنا وصلنا معك للختام، كل الشكر لك دكتورة. إذا حابة تقولين كلمة أخيرة تفضلي. شاكرة لكم على اللقاء. أنا هذه دعوة مفتوحة منا في مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة لكافة الأفراد، مو شرط المنظمات ومو شرط المختارين ومو شرط الناس اللي عندهم مناصب قيادية، اللي وده أنه هو يبذل جهد داخل منطقته يبادر. إحنا أبوابنا مفتوحة، إحنا نتبع إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة، إحنا نشرح المفهوم ونساعد على تكوين اللجان هذه على أساس نقدر أن إحنا نقول أن إحنا نقدر نشتغل عشان نحسن الصحة في الكويت، وكل مناطق الكويت قادرة أنها تصير مناطق صحية معتمدة. إن شاء الله تكون مناطقنا كلها مناطق صحية. كل الشكر لك دكتور آمال يحيى، رئيس مكتب المدن الصحية وزارة الصحة. قواك الله ويعطيكم العافية على ما تقدمون من جهود في هذا المجال.